سي طيب سليمان مدير التجاري، نذكروا ببرستيج بانتور، مرحبا بكم في ميدي بات. كنت نجم تقدم لنا حضوركم في الدوره هذه كيفاش؟ مرحبا بكم وبارك الله فيكم. احنا المشاركات نتاعنا، احنا شركه برستيج قبل لصناعه الدهن، كل ما هو بانتور ديكوراتيف، مختصين في الدهن ديكوراتيف. المشاركه نتاعنا في المعارض، ما نسلموا في حتى معرض، كان سواء كانت في تونس في كامل الجمهوريه ولا حتى لبرا، نشاركوا فيهم انت تشاركوا في المعارض والحمد لله. معناتها بالنسبه للمعرض تاع السنه اكزامبل تو اليوم النهار الثاني نحسوا به ثم الاقبال، معناتها ما شاء الله، وثم معناتها الناس الكل اللي زارت الستاند هونيك، الناس الكل فرحانه وشافوا حاجات اللي ما شافوهاش قبل. وشنو جديد تو بارابول كارتاج، كارتاج 2014 وميدي بات 2015، شنو النجم الجديد نتاعكم؟ والله 2014 كانت حاجه، قبل 2013 وقت شاركنا هونيك اكزامبل في ميديبات في صفاقس، شاركنا برشا انواع تاع في البانتير ديكوراتيف. 2014 في الكرم زدنا حاجات، و2015 ما شاء الله زدنا حاجات اخرى اللي مش هذا، مش احنا مش نتكلم ونقولوا برك، اللي لاحظوه حتى الزوار معناتها اللي جاوا هونيك، اللي جاوا وعدد الزوار معناتها كانوا يزوروا معناتها في سوا هوني ولا في الكرم، معناتها لاحظوها ثم برشا زيادات في حاجات جديده اللي ماشيه مع الوقت، معناتها اللي ما زالت ما خرجتش حتى في تونس، معناتها ونخدموا فيها هوني وندهشوا معناتها العباد والمواطنين وحتى ليزارشيتيكت عجبتهم برشا، معناتها وفرحانين برشا معناتها باللي برودوي معناتها اللي موجود عندنا معناتها هوني. فهمت؟ هذا بالنسبه للدوره هذه تو انتم في حضوركم الثاني، قلتي كيفاش تنجموا تروها، كيفاش تنجموا تقيموها اون نومبر دو فيزيتور كمعرض كميدي بات 2015، كيفاش تنجموا تقيموها؟ الى حد الان اليوم النهار الثاني في المعرض، الاقبال بصراحه بكل صدق من غير من النهار الاول، من الساعه الاولى من الوقت اللي بدات الافتتاح نتاع المعرض، الاقبال ثم ما شاء الله بكل صدق معناتها موجود، واليوم نحسوا بها اكثر من امس، اكثر من امس. هذا بالنسبه للاقبال معناتها هونيك، وكما قلت لك اللي دخلوا الكليك الناس معناتها الناس فرحانه وشافت حاجه جديده، شافوا بكل صدق معناتها شافوا حاجات، نجم نوريك حتى سير بلاس ثم حاجات خرجت في الاتراكسيون في الترابلتين وفي دي تابلو معناتها اللي ما شافوهمش قبل، نجم نقول لك تقريبا 70% حاجات جديده، اكثر من 70% بارابور 2015 و 2014 و 2013 تزالت، وما زلنا نزيدوا، وما زلنا ديما ما زلنا نزيدوا. احنا الشركه الحمد لله متكونه معناتها من عده اطارات، كان في اللابوراتوار للشيميست للانجينيور اللي عندنا متكونين ما شاء الله، اللابوراتوار كامله كل ارتيكل يخرج الا ما يتحلل بالتحاليل، كان من رئيس المدير العام نتاعنا ما شاء الله خبره عنده نتاع سنين في سي معز بواسيده، خبره معناتها كبيره برشا معناتها، وفنان وما يسماش معرض على الشان معناتها انترناسيونال، ما نحكيش تونس، الشان انترناسيونال، اي معرض يصير لبرا تلقى سي معز بواسيده موجود فيه. اي ساتيسفاكسيون تاع الكليونات الحمد لله اليوم قاعد نحسوا بها، حتى بالنسبه للكوميرسيال معناتها اعمال تتزاد، وعمل الحمد لله معناتها عمل نزيد نشوفه معناتها قاعدين نوسع، ونحن نحاولوا باش نقربوا الماكسيموم للحرفاء اللي مشتاقين من السلعه، كي شافوها يسالك يقول لك علاش ما عندناش في الباقه الفنيه، لا قاعدين نحلوا اليوم تو في صفاقس حلينا زوز، في تونس زوز، في قصر هلال، في سوسه قاعدين نحلوا، في بنزرت حلينا زوز، في جربه حلينا، في مدنين، والحمد لله قاعدين نقربوا الماكسيموم، نحاولوا باش نقربوا الماكسيموم، والحريف اللي يجي هوني ماذا بينا تكون السلعه معناتها موجوده بعدها، ولا نوعا ما مشتقلها كي يشوفها علاش ما عندناش، ان شاء الله نوصلوا معناتها باش نحلوا في كامل الجمهوريه، وهذاك الهدف نتاعنا معناتها ان شاء الله باش نحلوا على كامل الجمهوريه، ونبدا الناس كلها فرحانه ان شاء الله. يعطيك الصحه سي طيب سليمان المدير التجاري لبرستيج بانتور، ان شاء الله في لقاءات اخرى، وان شاء الله في نجاحات ان شاء الله، وان شاء الله من خلال تونس العقاريه نزيد نوصلكم اكثر صوتكم لكامل دوله الجمهوريه ان شاء الله. وعد ان شاء الله ماشيين في طريق صحيح ومدروس بالخبره نتاع الاطارات الكل اللي موجوده،
ما تماش حاجه نعملوها على الهامش. سيرفيس ماركتينغ، سيرفيس تكنيك، سيرفيس رابيديتيف سيرفيس، والحمد لله حتى لتوا معناتها ماشيين في ثنيه مدروسه. وان شاء الله من حسن الى احسن، وبارك الله فيك سي طيب سليمان المدير التجاري لبرستيج مانتير، وان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم سيدي. مرحبا سيدي.